المصري البورسعيدي يستضيف طلائع الجيش، لقاء بإذن الله هيبدأ فيه تمام الساعة 9 مساء، يحتضنه استاد برج العرب. يدير هذه المباراة طاقم تحكيمي مكون من كل من الكابتن محمود بسيوني حكم للساحة، هيعاونه الكابتن طارق مصطفى والكابتن يارا عاطف كحكام مساعدين أو حكام راية بمعنى أصح. الكابتن شهندة المغربي هتكون حكما رابعا. أما في تقنية الفيديو والفار، عبد العزيز السيد حكم تقنية فيديو، والكابتن عمرو رمضان حكم فيديو مساعد. ده الطاقم التحكيمي اللي أكيد بنتمنى ليهم كل التوفيق في إدارة هذا اللقاء. نتكلم بالتفصيل عن موقف كلا الفريقين، المصري بورسعيدي وطلائع الجيش. وكما هو موضح في الشاشة أمام حضراتكم، يتواجد طلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، جمعهم الفريق من 11 مباراة وتعادل في 11 لقاء آخر، في حين خسر الفريق 6 هزائم فقط، من أقل الفرق يعني خسرت يعني مباريات. ولكن كل الأمور دي من 28 لقاء، ولقاء من النهاردة هو المباراة 29 في بطولة الدوري العام الممتاز. نفس الحال على مصر بورسعيدي اللي بيتساوى في عدد اللقاءات، ولكن بيتواجد المصري في المركز 11 لو من النقاط 32 نقطة، جمعهم الفريق عن طريق 7 انتصارات و11 تعادل و10 هزائم، 33 هدف لأبناء بورسعيد عليهم من الأهداف 34 هدف، يعني فارق طبعا كبير جدا سواء من الأهداف المتلقاة أو الأهداف المسجلة بالإيجاب أو بالسلب على فرقة المصري البورسعيدي. نتكلم على مباراة الأسبوع 29، طبعا حضراتكم عارفين ومتابعين أن بدأت اللقاءات منذ قليل في مباراتين جاريتان حتى الآن وحتى هذه اللحظة. المباراة الأولى مباراة أيضا تمثل أهمية كبيرة جدا لصراع البقاء في بطولة الدوري العام الممتاز، إيستن كومباني مع إم بي، ولازالت حتى هذه اللحظة التعادل السلبي نتيجة أحداث هذا اللقاء اللي بيخيم على استاد بتروسبورت حتى الآن بدون أي أهداف. المباراة الأخرى سموحة مع سيراميكا كليوباترا على استاد الإسكندرية، وحتى الآن أيضا النتيجة لازالت التعادل السلبي بين كلا الفريقين. ويختتم مباريات الأسبوع 29 في يومه الأول بمباراة المصري بورسعيدي مع طلائع الجيش، لقاء اللي بإذن الله نغطيه تحليليا في هذا الاستوديو التحليلي اللي بيبدأ معنا في تمام الساعة 9 مساء. وباقي مباريات الأسبوع غدا تستأنف بأمر الله المقصة مع البنك الأهلي في تمام الساعة 6:30، وفي تمام الساعة 9 مساء الجونة مع نادي الزمالك أيضا من أجل يا إما البقاء يا إما أيضا التتويج وزيادة النقاط اللي موجودة في بطولة الدوري العام الممتاز. السبت 6 أغسطس تستكمل باقي المباريات، فاركو في ضيافة الإسماعيلي أو يستضيف الإسماعيلي، فيوتشر مع غزل المحلة، وبيراميدز مع المقاولون العرب. دي المباريات الخاصة بالأسبوع 29 اللي بيختتم بمواجهة الاتحاد السكندري اللي هيستضيف الأهلي على استاد برج العرب. نتمنى كل التوفيق للفرق اللي بتنافس سواء على القمة أو في منطقة وسط الترتيب أو حتى في القاع. جدول الترتيب حتى هذه اللحظة، لازال نادي الزمالك بيعزز موقفه وحظوظه بالاحتفاظ ببطولة الدوري العام الممتاز. لازال نادي الزمالك متربعا على قمة جدول الترتيب، له من النقاط 66 نقطة من 28 لقاء. استطاع نادي الزمالك أنه يحقق الفوز في 21 مباراة وتعادل في 3 مباريات وخسر الفريق 4 مباريات فقط، وبيلاحقه ولازالت الأمال موجودة عند كل من بيراميدز والأهلي اللي بيتواجدوا في المركزين الثاني والثالث، وإن كان بيراميدز بيتفوق بعدد النقاط، له من النقاط 59 نقطة وبفارق مباراة أقل عن نادي الأهلي اللي بيمتلك من النقاط 56 نقطة. زي ما وضحت لحضراتكم فيوتشر وطلائع الجيش والخناقة اللي موجودة على المراكز من الرابع والخامس والسادس اللي بيتواجد فيها الفرق بالترتيب فيوتشر وطلائع الجيش وسموحة بفارق من النقاط من نقطة إلى 5 نقاط. البنك الأهلي بيتواجد في المركز السابع وفاركو في المركز الثامن، سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع، الاتحاد السكندري في المركز العاشر، المصري بورسعيدي واحد من أطراف مباراتنا النهاردة بيتواجد في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، في حين يلاحقه أيضا النادي الإسماعيلي اللي بيتواجد في المركز الـ12 له من النقاط أيضا 32 نقطة. المراكز من الـ13 وحتى الـ18 والمراكز المهددة بشكل كبير جدا في الهبوط في بطولة الدوري العام الممتاز، إنبي في المركز الـ13، غزل المحلة في المركز الـ14، والجونة في المركز الـ15، وإيستن كومباني في المركز الـ16، في حين المقاولون العرب والمقصة بيتزايل جدول الترتيب وفي المراكز من الـ17 إلى المركز الـ18. البطولة مشتعلة سواء في القمة أو في القاع، لذلك كل الأمور ممكنة حتى هذه اللحظة، لا مزيد من فقدان النقاط، ده شعار كل الفرق هيكون موجود معاها حتى نهاية المباريات، باقي 6 مباريات فقط. بنتمنى لكل الفرق التوفيق.